الخادمة. هل أنت مشغولة يا سيدتي؟ يوجد امرأة في الباب تريد رؤيتك. نورا. ومن هذه المرأة؟ أنت تعرفين كل ضيوفنا. هذه أول مرة أرى هذه المرأة يا سيدتي، لا أعرفها ولم يسبق أن زارت بيتكم سابقاً بوجودي. غريب، من تكون هذه المرأة؟ على كل حال دعيها تدخل. حاضر سيدتي. تفضلي بالدخول أيتها الزائرة، السيدة نورا بانتظارك. كيف حالك يا نورا؟ يبدو أنك لم تتذكريني. لست أدري، يخيل لي أنك... يا إلهي كريستين؟ لا أصدق، تعالي لأحضنك إلى صدري يا صديقتي القديمة. تصوري، لم أعرفك في البداية، لقد تغير شكلك كثيرا، لقد نحفت كثيرا. صحيح، لقد مر على آخر لقاء لنا أكثر من 10 سنوات. لقد وصلت اليوم إلى البلدة في الصباح. أعتذر منك يا عزيزتي، سمعت من المعارف أن زوجك قد توفي منذ 3 سنوات، وكنت أنوي وقتها الاتصال بك وتقديم العزاء لك، لكن مشاغل الحياة والبيت أنستني القيام بالواجب. لا تهتمي يا عزيزتي، كلنا لدينا ظروفنا الخاصة في هذه الحياة الشاقة. ألم يترك لك زوجك شيئاً؟ ولا شيء، ولا حتى أطفال، أنا وحيدة منذ وفاته. كم هي قاسية الوحدة بالنسبة للمرأة. أنا لدي 3 أولاد، سوف تتعرفين عليهم مجرد عودتهم من المدرسة. وبالتأكيد تعيشين الآن حياة سعيدة مع زوجك. نعم يا عزيزتي، لقد ترقى في عمله كثيرا وازدادت مكاسبه. بعد يومين ومع بداية العام الجديد سوف يتسلم منصب مدير البنك وبراتب مضاعف عدة مرات. ما أجمل أن يحصل الإنسان على ما يكفيه من المال ليبتعد عنه شبح القلق إلى الأبد. أتذكرك منذ أن كنا طالبتين في المدرسة، لقد كنت أكثر الطالبات تبذيراً وإسرافاً. سمعت من المعارف أنك سافرت مع زوجك إلى إيطاليا. نعم، لقد أصيب زوجي بمرض خطير وكان يجب أن نذهب إلى إيطاليا ليتلقى العلاج المناسب. كانت رحلة ممتعة إلى إيطاليا، لكن تكلفتها كانت كبيرة، حوالي 250,000 جنيه. يا إلهي إنها ثروة، لكن حظكم جيد أنه توفر لكم مثل هذا المبلغ الكبير. أتذكر أنك لم تحبين زوجك عندما خطبك، مع هذا تزوجت به وسافرت معه. لماذا فعلت هذا يا عزيزتي؟ كانت أمي مريضة وطريحة الفراش، وعلاجها مكلف جدا، وشقيقتي الصغيرتين ما زالتا تدرسان. كان علي أن أضحي من أجلهم، ولكن الآن وبعد وفاة أمي ثم وفاة زوجي وانتهاء شقيقتي من الدراسة وعثورهما على عمل، لم أعد بحاجة للتضحية. لم يبقى لي أي سبب للبقاء في المدينة، فقررت العودة إلى هنا والبحث عن فرصة عمل كوظيفة مكتبية مثلا. ولكن الوظائف المكتبية تتطلب جهدا كبيرا يا صديقتي، وأنت تحتاجين للراحة مما أصابك من شقاء في هذه السنوات. لا أستطيع إلا أن أعمل يا نورا، لست مثلك، لدي أب ثري أو زوج بمرتب ضخم. لهذا أتمنى منك من أجل صداقتنا القديمة أن تطلبي من زوجك أن يجد لي وظيفة في البنك الذي صار مديره. تأكدي أنني سأفعل ما بوسعي مع زوجي لتحصلي على وظيفة في البنك. أشكرك يا نورا، أنت لا تعرفين كم هي صعبة الحياة، تمضين وقتك بتدبير شؤون بيتك البسيطة مثل طفلة بريئة. الحياة في الخارج صعبة جدا يا عزيزتي. يا إلهي، حتى أنت يا كريستين تتعاملين معي وكأنني مجرد دمية لم تخض معارك الحياة بعد وتعيش على الإسراف والتبذير. أنت لا تعرفين سري المؤلم ومعاناتي العظيمة. يا إلهي، ماذا تخفين عني؟ أنا التي أنقذت حياة زوجي دون أن يعرف. أنقذت حياته؟ كيف؟ سوف أخبرك بسري، لكن دعيه في أعماقك يا صديقتي. كانت صحة زوجي تتدهور ولا نملك ما يكفينا للسفر ومعالجته. استدنت مبلغا كبيرا من أحدهم وكتبت على نفسي أوراقا بهذا، وأوهمت زوجي أنني ورثت هذا المال عن أبي الذي توفي في الأيام ذاتها. والآن أنا التي تتهمونها دائما بالتبذير والإسراف وبالدلع والدلال. أوفر كل قرش وأشتري أرخص الأشياء لأوفر النقود، وأدفع الدين على دفعات إلى أن أنتهي منه وأحصل على تلك الأوراق التي وقعت عليها وأتحرر منها. يا إلهي،
وإن عرف زوجك بهذا؟ إن عرف سوف تحدث لأسرتنا كارثة كبيرة ويتأثر عمله ومنصبه الجديد، لكن لا أحد سوف يعرف يا عزيزتي. أنا أيضاً أكافح ولو في السر من أجل حياة جيدة، ولست مجرد طفلة مدللة كما تظنون. بقلم جاف. ومن قال لك يا صديقتنا العزيزة نورا أن التضحيات الصامتة تؤدي دائما لنتائج إيجابية؟ من أخبرك يا صديقتنا العزيزة نورا أن الأسرار التي احتفظنا بها بخصوص مساعدتنا للأحبة لا يمكن أن تتحول إلى خوف يعكر ساعات حياتنا كلها؟ من الذي أقنعك يا صديقتنا العزيزة أننا عندما ننقذ حياة من نحب فإن الحياة سوف تذهب إلى الأفضل؟ من الذي شرح لك أن الحياة بجانب رجل مثقف سوف تكون حياة جيدة؟ للأسف يا صديقتنا العزيزة نورا، لا أنت ولا نحن كنا نعرف أن إنقاذنا لحياة إنسان نحبه تكون في اللحظة ذاتها حياتنا قد بدأت بالانتهاء. هذا ما كنا نجهله، وهذا ما كنت لا تعرفينه، لكنك سوف تعرفينه، وسوف نعرفه أيضا مع نهاية مسرحيتك بيت الدمية. كتب المسرحي النرويجي هنريك إبسن مسرحيته بيت الدمية في عام 1828، ويعد اليوم بالنسبة لدارسي الأدب حول العالم أحد أعظم كتاب المسرح على مر الزمن، ويوصف على أنه أبو المسرح الحديث من خلال إبداعه لستة وعشرين مسرحية خلال حياته التي امتدت من عام 1828 حتى وفاته في عام 1906، تاركا خلفه إرثا مسرحيا عظيما. تميزت مسرحيات إبسن بانحيازها للواقع وتقديم المشكلات الاجتماعية ودراستها وتحليلها من خلال الكتابة المسرحية. وصحيح أن مسرحيات إبسن لم تقدم غالبا الحلول للمشكلات الاجتماعية، لكنها طرحتها بشجاعة أمام جمهور محافظ في زمن كان النفاق الاجتماعي على أشده، وحياة الأقنعة تزدهر فوق الآلام الصامتة، والصور النمطية والأدوار القصرية تفرض على الجميع بحكم الولادة أو الجنس أو الانتماء أو طبيعة العمل. تبدأ المسرحية والعائلة تزين البيت بمناسبة اقتراب عيد الميلاد. عائلة مثالية تتألف من زوج ناجح ذي سمعة اجتماعية مرموقة ولديه منصب وظيفي مهم ودخل مرتفع، وزوجة جميلة وأنيقة مع أطفال لطفاء للغاية. الزوج يتهم زوجته نورا بأنها مبذرة وتبالغ في الإسراف، إلا أنهما يحبان بعضهما، ويزورهما دائما صديقهما الدكتور العجوز المريض، إلى أن تصل كريستين صديقة نورا بعد غربة طويلة وحياة مريرة. عندئذ تخبرها نورا بسرها كيف أنقذت حياة زوجها دون أن تخبره، لتحمي زوجها وأسرتها. عندما اقترضت المال بشكل غير قانوني مضطرة، تتطور الأحداث ويوافق الزوج على توظيف كريستين في وظيفة كان يشغلها موظف ذو سمعة سيئة للغاية، وهو جروشتاد. هنا تنقلب حياة نورا، يحدث ما لم تتخيله حتى في أسوأ الكوابيس. الموظف السيء يهددها بأنها إذا لم تقنع زوجها بإعادته للوظيفة سوف يفضحها، لأنه هو من أدانها النقود ولديه السندات التي زورت عليها نورا توقيع والدها. يبتزها فتستسلم له خوفا من الفضيحة التي يمكن أن تدمر زواجها في حال وصلت للصحافة المحلية. يستغرب الزوج دفاع نورا عن هذا الموظف الفاسد دون أن يعرف أن زوجته مضطرة للتوسط لديه علّه يعيده إلى عمله، لكن الزوج يصر على فصله لهذا الموظف السيء. تزداد أحوال نورا النفسية سوءا وخوفا وحزنا، إلى أن يفشي الموظف السيء من خلال رسالة بريدية للزوج بسر نورا،
عندئذ ينفجر الزوج بغضب هائل على نورا ويصفها بأبشع الصفات وأكثرها قسوة. لم يعد زوجها ذلك الحبيب الجميل، تحول لوحش يمزق روحها في هذا المساء، بل ووصفها بالفاسدة وأنها محال أن تكون أما صالحة. قبل أن ينتهي غضبه تصل رسالة ثانية من الموظف السيء بعد أن أجبرته كريستين صديقة نورا على التخلي عن ابتزاز صديقتها وإصلاح ما فعله، فيرسل وثيقة الدين المزور. عندئذ يمزق الزوج الوثيقة أو المستند ويتنفس الصعداء، لأن سمعته ومكانته ومنصبه لم يعودوا في خطر، دون أن يفهم أن زوجته كانت خلال مرضه في مأزق كبير بين أن تختار صحته أو ضميرها، فانحازت إلى صحته خوفا على حياتها. هنا تحديدا تقرر نورا أن تكون سيدة نفسها، تشعر أنها قد عاشت حياتها في السابق كدمية فقط، وتقرر أن تغادر المنزل وتترك الجميع لتعيش بعيدا وتعتمد على نفسها لتتعلم وتفهم الحياة، لا أن تكون مجرد دمية فقط في هذه الحياة. هكذا تمضي نورا بحثا عن شخصيتها الحقيقية التي دفنها المجتمع ضمن أعراف وتقاليد حولت النساء إلى مجموعة من الدمى الجميلة فقط، دون إرادة ودون ذات مستقلة وحرة. في مسرحية بيت الدمية يمزق هنري إبسن كل الأقنعة البراقة ليكشف الوجوه على حقيقتها، يركل الأكاذيب والنفاق الاجتماعي ليضعنا أمام الواقع المرير في بيت الدمية. يكتشف القارئ زيف الحياة وأن للبشر أدوارا معينة، وعلى كل إنسان أن ينفذ دوره دون زيادة أو نقصان في مسرحية الحياة. وما هذه السعادة أو تلك السعادة في حياة الناس إلا مجرد وهم متنكر. نحن الآن مثلك يا صديقتنا العزيزة نورا، نقف معك بجانب الباب في الصفحة الأخيرة من مسرحياتك، نكتشف معك كم هو تعيس أن تكون المرأة دمية يحركها الآخرون دون أن يحترموا رغبتها في أن تفكر وفي أن تتخذ القرار وفي أن تتحمل المسؤولية، في أن تكون إنسانة من لحم ودم، لكائنا من أقمشة جميلة وألوان براقة. والآن بعد أن مضت نورا إلى حيث لا نعرف، فليسدل أحدكم ستار النهاية في هذه اللحظة على مسرحية نورا، وليسدل على أعيننا أيضا الستار ذاته، وهذا كل ما في الأمر. بين سطر وآخر ونفس وآخر تختبئ قصة يجب أن تروى، وحكاية وجب أن تقص، ليخرج أبطالها من بين الصفحات أحرارا من عالم الحبر والورق. نقدم لك مفتاح الرواية ونفتح بابا لدخول عالمها بقلم جاف.